مستمرين اكيد معاكم مع كل جمهورنا العظيم كابتن طاهر محمد طاهر، واحد من نجوم النادي الاهلي. الحقيقه اللي النهارده اكيد يوم عظيم لكل جمهور النادي الاهلي وليكم كمان يا كابتن طاهر، لان حلم كبير لما يكون في استاد باسم النادي الاهلي، والنادي الاهلي الوحيد هو اللي يكون مشارك فيه، قيمه كبيره جدا وامر مهم جدا. بتشوف النهارده اليوم ازاي، وبتشوف بناء استاد بقيمه كبيره جدا زي النادي الاهلي عملها ازاي؟ لا يعني يوم اكيد يوم تاريخي. انا فاكر من وانا صغير دايما بيتكلموا على استاد الاهلي، وما كانش في حاجه رسمي يعني بتحصل، بس من ساعه ما جيت ودخلت وشفت الدنيا، لا الموضوع يعني شكله ان شاء الله يبقى محمس ويبقى طالع بشكل كويس. النادي الاهلي طبعا اكبر فريق في افريقيا، فانه يبقى عنده استاد دي حاجه يعني المفروض تبقى حاجه طبيعيه، وهو يعني دي حاجه تكمل النادي الاهلي يعني طبعا. وان شاء الله الاستاد يبقى دايما مملي، وعوده الجمهور تبقى رجعت، عشان طبعا الاستاد من غير الجمهور مش هتبقى حاجه حلوه يعني. فان شاء الله ساعتها يبقى الدنيا اتحسنت ان شاء الله. الشيء المميز جدا الحقيقه ان هو مش استاد بس يا كابتن طاهر، ودي الحقيقه اللي بتحط النادي الاهلي في المصطفى الاوروبي، في الشكل الاوروبي، ان انت هتعمل جامعه، هتعمل متحف، هتعمل مستشفى، فده الحقيقه. جامعه، مدرسه، وفي محلات تتاجر، كلها حاجات طبعا يعني مربحه جدا، و هتبقى يعني صوره زي اللي بنشوفه بره يعني ان شاء الله، وان شاء الله تبقى احسن كمان. شوف دور مجلس الاداره ازاي في المجهود الكبير اللي بذله الفتره اللي فاتت، لان انت عارف الفتره اللي فاتت كان فيها صعوبات، فيها امور بتبقى فيها صعوبات ماليه، الموافقات بتحتاج مجهود كبير جدا. بتشوف ان النادي الاهلي قدر ان هو يوصل للمرحله دي في الوقت ده ازاي يا كابتن؟ لا يعني بشوف ان الاداره قويه طبعا، بيرقصها كابتن محمود الخطيب، دايما بيعملوا حاجات لصالح النادي، واكيد طبعا لما الفرق بتكسب سواء في الكوره، في اليد، في السله، كل ده بيساعد النادي، والامور بتبقى اسرع من ناحيه معرفش بقى الاوراق وكده، معرفش الدنيا بتمشي ازاي، بس اكيد طبعا ده بيساعد من ناحيه الارباح كمان، ان احنا بيخش للنادي فلوس سواء من الكوره، من الباسكت، من الرياضات التانيه. واكيد طبعا دايما مجهوداتهم مع فريق الكوره كمان احنا بنشوف ده دايما، واكيد مع الرياضات التانيه، وادينا دلوقتي بنشوف للنادي ان هم بيعملوا حاجه كبيره للنادي، حاجه مش موجوده قوي في مصر يعني. توفيق يا كابتن. شكرا جزيلا. شكرا.